خوتي مغاربة، صباح الخير عليكم. اليوم 3/7/2021، كنا عارفين في بلادنا منظومة الصحة عندنا فاشلة للأسف. اللي عنده الفلوس يتعالج، اللي ما عندوش الفلوس هزوا الماء. أغلب الشعب المغربي ما عندوش الفلوس، يعني كله هزوا الماء. وحتى اللي عنده الفلوس خاصو المعارف، بفلوسك وخصك المعارف وتعرف الطبيب وشكون وكيفاش وعلاش. يا ربي يا ربي غير تعالج في احسن الظروف. اليوم لما كنتكلم على منظومه الصحه كنعاودها كل خطره احدى اسس استقرار البلاد. اليوم انا مقتنع ان الناس اللي عندهم امراض مزمنه وما في حالهمش، ولا الناس اللي عندهم اعاقات خاصه، عفاكم غير حلوا لهم البلاد وخليهم يمشيو اوروبا، امريكا الشماليه، ولا هذا فين يقدروا يعيشوا بالكرامه ديالهم. لان في بلادنا ما يمكنش يعيشوا هاد الناس. كندوي على اللي ما عندهمش الفلوس، اللي هما فقراء حرام. هاد الناس هادو حنا خصنا نساعدوهم ونعطيهم البي ديال الطياره ونصوبوا لهم تاشيرات ونصيفطوهم، لان حنا ما قدرناش نوفروا الرعايه الطبيه للمواطنين ديالنا. غادي نعطيكم اليوم غير واحد المثال. غادي نشوفوا سي حسن 43 سنة، عمره كله هو كيتقاتل مع الزمان، عطاش ما عندوش، ما خدمش في شركة ما والو، كيخدم النهار إلى صور 40 درهم 50 درهم 100 درهم وكينسي من ما يصور والو. المهم مقاتل مع الوقت وصافي، طاح بالدياليز. هاد السيد اليوم حياته كلها، يعني هذه واحد من العيد الكبير الى يومنا هذا، كيعيش نهار بنهارو، وعنده واحد الاصدقاء ديالو وخصهم يجمعوا ليه 500 درهم الحصه ديال الدياليز، لان السبيطار ما فيهش البلاصه. من غيره هو كاين اربعه، غير هو كيقول لك 34 ديال المواطنين اللي قدامه كلهم في الفقر. لعل الله هاد 34 مواطن كيفاش كيديروا حتى هما؟ شحال جهد المحسنين ما يعطيو، كي غادي يديروا؟ مأساة إنسانية واجتماعية عندنا في بلادنا. أنا كندوي دابا غير على الدياليز، صحاب السرطان، صحاب الأمراض المزمنة الأخرى، مساكن كي غادي يديروا؟ اليوم حسن كيفاش عنده 43 سنة ما مجوش، كيفاش كيشوف المستقبل؟ أش مستقبل عنده؟ ما عنده حتى شي مستقبل. السيد خصو يجمع نهار بنهارو، ضارب مع الموت، كيسابق الموت، يجمع 500 درهم باش يدير الدياليز، خصو 1000 درهم في السيمانه، شكون غادي يعطيها ليه؟ حتى ليمتى؟ حياته كلها مشات وحياته كامله واقفه على 1000 درهم في السيمانه. واش ماشي حرام؟ حرام في بلادنا تكون عندنا منظومه الصحه فاشله حتى لهاد الدرجه. هاد السيد اش من مستقبل عنده؟ حتى حاجه في هاد البلاد، والو. تقول نقولوا كاع هاد السيد لقى بلاصه في المستشفى ديال تارودانت فين غيدير الدياليز. كتعرفوا بان حياته تربطات بتارودانت، يعني بداك السبيطار، لان ما يمكنش ليه. نقولوا كاع السيد غادي يمشي شي زياره عائليه في شي مدينه اخرى، ما يمكنش يدير الدياليز الا في سبيطار تارودانت مدى الحياه. هادشي الا جات النوبه وشوف تشوف. وكتعرفوا واحد القضيه شنو جاوبوه؟ اللي هذيك ملي كنت كنتحاور معاه جاوبوه، قالوا ليه تسنى يموت شي واحد، لان هادشي اللي عندنا راه هو مدى الحياه، غادي يبقاو كيديروا الدياليز. دونك السيد نفسيا كيوجد راسو للوفاة، ما كندويش على المستقبل، ما كندويش على انا. علاش كلمت لكم على الناس اللي عندهم امراض مزمنه؟ بقات فيا واحد القصه غادي نحكيها لكم، ديال واحد الام عندها واحد الابن تريزومي كله، النص ديال الذات ديالو مشلله وكل مشلل، وهذيك الام في العيون، مدينه العيون ديالنا، هزاته ما عندها كي دير حصلات، ما كاينش الامكانيات، ما كاينش الرعايه الطبيه، ما كاينش الرعايه الطبيه الجسديه والنفسيه، وكيفاش غتخدم؟ ولا هزات داك الوليد وحرقات فواحد الباطيره فلوكا ومشات لجزر الكناري. في جزر الكناري شدوها تكفلوا بها وصيفطوها لاسبانيا، يعني لمدريد، عايشه في نعيم. السيده عندها واحد الرعايه طبية نفسية وجسدية. السيدة كيعطيوها، عطاوها الدار فين تسكن، وفروا لها كل شيء باش تعيش بكرامة. هاد الكرامة اللي ما قدرناش نلقاوها في بلادنا. الناس اللي مرض، الناس ما لقاوش حتى بعدا اللي واقفين، عاد يلقاوها اللي مرض، الناس اللي عندهم امراض مزمنة، الناس اللي عندهم وليداتهم ساكن اوتيست ولا عندهم امراض اخرى، ولا كل شيء محن. حتى من الناس اللي هما عميين وليداتهم ولا شنو فين غادي يقراو كيفاش،
مهم واحد تكرفيس فيس بلادنا. داكشي اش كنقول يا ربي هاد البلاد تشوف من حالها باش هي تشوف من حال المواطنين. ثانيا عافاكم خليو ما حدنا مازال ما قدرناش نوفروا هاد الكرامه لهاد الناس، صوبوا لهم وريقاتهم خليهم يمشيو لدول اخرى تكفل بهم. نديروا حنا واحد الطلب لهذوك استعطاف وطلب انساني، عافاكم خذوهم تكفلوا بهم جزاكم عند الله. سمعوا السي حسن والقصه ديالو تاع هو، وكنتمنى من المواطنين اللي يقدروا يساعدوه رقم الحساب ها هو رقم التليفون ديال السي حسن اللي بغى يتواصل معاه، والله يدير شي تاويل الخير. الله يدير شي. السي حسن صباح الخير. صباح النور سي. قول لي اخويا السن ديالك 43 سنه. اييه. كنتي ساكن في اكادير. اييه. شنو كنتي خدام؟ كنت كنخدم جبلي جبلي بحال هادشي ديال تبنيت. كتوقف حدا شي دروكري الا جاب الله شي حاجه؟ اييه كنمشي مع بنادم. ما عمرك كان عندك شي عمل مستقر وهذا؟ لا. لا. ما كانش عندك لاكيس؟ ما كان والو؟ لا ما كان والو. حيت كنتي خدام بحال عطاش. اييه بحال عطاش. اييه عطاش نيت كنت. عطاش. بقيتي حتى لهادي واحد حتى العيد الكبير اللي فات. اييه. شدات كريز. كنتي عند داركم في تربدانت؟ كنت في دارنا في تربدانت. شدات كريز. طحتي. مشيتي للطبيب قالوا لك راه عندك الكلاوي مشاو. اييه. في تربدانت هادشي. في تربدانت. صيفطوك للسبيطار ديال اكادير جلستي فيه شهر. شهر جلست فيه. في هذاك الشهر شفت هنايا في الملف ديالك بان عطاوك دير تحاليل. إيه. في واحد اللابوراتوار في تالبرشت. إيه. واش ما قالوش لك راه عندهم لابوراتوار في السبيطار حسن الثاني؟ لا كيقولوا لك خرج خرج لبرا ودير التحاليل. الوغ واحد جوج ثلاثه صيفطوك 15 مره في هذاك الشهر، يعني كل يومين كتمشي دير تحليله. كل يومين كندير كيف يومين باش كندير ثلاثه اربعه. وهنا عطاوك تقريبا ملي كنشوف الفاكتورات تقريبا مليون ديال الفرنك ديال التحاليل اللي درتي في داك اللابوراتوار في تالبرشت. إيه. ما عمرهم داروا شي تحليله في السبيطار حسن الثاني. لا ما عرف. لا 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 ما عرفت. المهم انت عطاوك هاد 15 تحليله درتيها في هاد اللابوراتوار هذا في تالبرشت. إيه. 15 مره في الشهر. في الشهر. إيه. من بعد قالوا لك خاصك تبقى دير الدياليز. إيه. ايوا مشيتي إيه. لتالودان ترجعتي عند والديك. دابا 43 سنة ما عندكش مستقبل. ما عندي مستقبل. يعني ما عندكش لاكيست، ما عندكش وليدات، ما عندك حتى حاجة. ما كاين والو كاين والو. ما تزوجتيش؟ لا. على قبل أنت عطاش إلا بغينا نقولوا كتصور نهارك 70 درهم 50 درهم 100 درهم اللي جاب الله. إيه. وقلت لي كاينة السيمانة اللي ما كتصور حتى ريال. كاينة السيمانة اللي ما كتصور حتى ريال، داك الشيء ما كافينيش مع راسي واش عاد تزوج. عندي الكرا وعندي. ما قدرتيش تبني حياة. صحيح. شحال كنتي كاري؟ 500 درهم. بيت؟ إيه. ساكن فيها 21 عام دابا. في هذاك البيت؟ إيه. دابا خويتي؟ لا مازال باقي عندي. وكيفاش كتخلصوا؟ دابا مازال كاع ما خلصتو. ورجعتي عند والديك تسكن. إيه. في تالودانت. إيه. ملي مشيتي دير الحصة ديال ديالي في السبيطار ديال تالودانت، قالوا لك ما تقدرش لأن السبيطار عامر. عامر هذاك الشيء قالوا لي. تسنى سير تسنى تدخل البلاصه دابا ديك الساعه شي 34 واحد لقيتهم سابقين اليوم. دابا 34 واحد كلهم خصهم يديروا الدياليز في سبيطار تالودانت. إيه. وما كيديروش لان البلاصه عامره في السبيطار. عامره في السبيطار داكشي ساكن. وإلا ما درتيش الدياليز تنتخنق تمشي نموت ياك. إيه. انا شفت واحد الفيديو ديالك ديال الاخوان اللي سجلوا معاك. إيه. كنتي في فراش الموت. إيه. شفتك محن لان ما كنتيش درتي الحصه ديال الدياليز. إيه. ودابا غير انت بوحدك 34 واحد قدامك اللي مساكن حتى هما ما عندهمش باش يديروا الحصه. اي داكشي اللي قالوا لي. ودابا كدير الحصص ديال الدياليز عند الكلينيك في تالودانت. اي عند الكلينيك. شحال كل حصه؟ 500 درهم ثلاث ايام. لا شحال حصه خصك في السيمانه؟ كندير جوج حصات. جوج حصه هي لا قالني كانت علمية خصك دير ثلاثه. المهم كدير جوج. اي كنت كندير ثلاثه دابا رجعني لجوج حصات. كل حصه ب 500 درهم. كل حصه ب 500 درهم. 500 درهم. ملي كتجبد 500 درهم كل خطره؟ الناس المحسنين كل واحد كي شحال كيعطيني شحال كيعطيك 200 درهم كيعطيك 100 درهم. المهم كنضيق بانيك هكا.
ايه دوك النهار كله انت والاصدقاء اللي معك كتطلبوا فلوس إيه. باش تجمعوا الحصه ديالكم باش نجمعوا الحصه ديالكم. الورقه ديال الرميد ما صالحاش؟ لا صراحه في السبيطار ولكن ما صالحاش. عند البريفي ما مقبولاش؟ لا. ويلا ما لقيتيش فلوس شنو غدير؟ والو ما عندي ما ندير. غتموت؟ تتقدر تتخنق. تتمشي لكني اللي كطلبهم سميتو ولكن شحال خطرة طلبهم شحال خصك غيديروا لك ديليز مرة واحدة ولا جوج راه صافي تا هو غيعيو. كاينة دوك دابا انت الحياة ديالك اليوم واقفة على المحسنين. واقفة على المحسنين. هادشي ما كندويوش على المستقبل ديالك انت يعني باش تخدم وتاكل وتشرب ولا هذا هادشي ما بقيناش كندويو فيه. كندويو على الصحة دابا. وكيمكن لك تخدم ولا يمكنش تخدم؟ دابا حاليا لا. علاش؟ تنسخف الوزن ديالي ما فات 46 كيلو. 46 كيلو؟ دابا تمشى شوية نسخف. الصحة ما بقاتش كي كانت. الله يسهل عليك. امين اخويا. انا غنحاول ندير الرقم ديالك انا غنديرو في الفيديو. الى يقدروا الناس يتواصلوا معك. يساعدوك. ولو انا ضد هاد القضية ديال المساعدة. هو اللي خاص يكون هادشي مؤسساتي. خاصك تعيش بالكرامة ديالك. لان انت عايش دابا كل نهار بنهار. كل نهار بنهار. يعني الا ما لقيتيش 500 درهم للحصه اللي جايه نفسيا غتمرض لان كيبان لك الموت حداك. كتمرض نيت باش كتمرض. وعاد زيد خاصك تخمم في المستقبل ديالك كيفاش غنعيش؟ واش غادي نتزوج؟ واش غنخدم؟ واش غندير؟ صعيبه شويه لا؟ صعيبه قاطعه. حسيت بك بحال غتبكي نحبسو. الله يحفظك الله يحفظك اخويا.